يلي بيسكن فيها موتين، ببلش في احد الكهنه، احد الابرار والصديقين اليوم هو الثاني، والاحد اللي بعده بيكون احد الموتى المؤمنين. Today is the Sunday of the righteous and the just. الابرار والصديقين. كنت جائعا فاطعمتموني، وعطشانا فسقيتموني. I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me something to drink. أول شغلة لازم نتعلمها من هذا الإنجيل، هذا الإنجيل كثير حلو، وأنا بعرف إنه في كتار من بيناتنا عم يبعثوا مساعدات، أموال، أشياء غذائية، حصص غذائية لقرايبينهم يلي كان بلبنان أو بسوريا أو بالعراق أو لأي بلد انتميتوا لإلها. وهيدا الشيء اللي بيحكي عنه هيدا الإنجيل. هيدا الإنجيل بيحكي إنه نحن لازم يكون في عنا أعمال المحبة هي الأساس، لأنه أعمال المحبة هي الأساس يلي بدنا ندين عليه بآخر حياتنا. مثل ما بيقول القديس يوحنا الصليبي أسوار ولافيبو سورون جوجي سور لامور، بيقول لك هنا في غروب هذه الحياة سندان على المحبة. فإذا هيدا القديس اللي بيقولها هو القديس يوحنا الصليبي يلي بيذكرنا إنه نحن بآخر حياتنا رح نندان على المحبة إذا عشنا هالمحبة أو إذا ما عشناها. إذا ما عشناها رح نروح على الهلاك مثل ما سمعنا بإنجيل اليوم. فإذا القديس نسميه بالإنجليزي سانت جون أوف ذا كروس بيقول at the end of our life we shall all be judged by charity. كلنا رح نكون مندين على المحبة. إذا زعجتهم الشمس في عدد المال. نحن كمان شو بدنا نتعلمه بهيدا الإنجيل اليوم؟ إنجيل حلو كتير وبيختصر الحياة المسيحية. كنت عم قل لهم بالقداس الأول بالوعظة الإنجليزي إنه في شيء اسمه Salvation Army تسمعين فيها. Salvation Army موجودة بكل كندا وبغير بلدان. أنا وقت اللي كنت بليمنغتون كنت أمر دائما حرب بينا ضخم لهم، كنت أسأل عنهم. هؤلاء الناس في اشياء بالاسرار ما بيؤمنوا فيها مثلنا نحن الكاثوليك، يعني ما بيعملوا مثلنا كل الاسرار المعموديه والكهنوت وكذا، عملوا اشياء مختلفه عنا، ولكن ما بتشوفوا حدا بينتقلهم. ليه؟ لانه حياتهم كلها مكرسه للمحبه. وين بيشوفوا صار في هزه ارضيه بيردوا، وين بيشوفوا في جوع بافريقيا بيردوا، وين بيشوفوا في حدا هون محتاج بكندا بيروحوا بيلموه على الطريق. فإذا بيعيشوا هالأعمال المحبة يلي هي جوهر الإنجيل، مشان هيك بتشوفوا الناس ما بيهمهم إذا كانوا بيعملوا الأسرار مثل الكاثوليك أو مثل البروتستانت أو ما بيعملوا الأسرار، لأنه عايشين رايحين للجوهر وعايشين جوهر الحياة المسيحية يلي كل إنسان مسيحي وغير مسيحي بآخر حياته رح يندين على هودي الأمور. وكثير ضروري مثل ما قلت بالأول اللي يعني عم يساعدوا خاصة بهالأوضاع السيئة جدا بدولنا العربية إنه يكفوا مساعدته ويزيدوها إذا فيهم، وما يسكتوا باب حدا، لأنه يسوع بيقول كل واحد بيطلب منا بعطيه. ما نقول هذا بيستحق وهذا ما بيستحق، كل واحد نعرف إنه محتاج لازم نعطيه وما لازم نتردد بالعطاء. اللي أنا بدي أقوله بعد ما فكرت شوي بهالإنجيل، بدي أقول إنه لازم نعرف نحن كلنا إنه ليس من الضروري، مش ضروري إنه يكون الجوع والعطش للمأكل والمشرب فقط. لا، فقد يكون الجوع والعطش للمحبة، للرحمة، للمغفرة، للمساعدة، للإحترام، للصداقة، لتنظيرك الوقت مع الآخر. First of all, we should know that hunger and thirst are not just for food and drink. For hunger and thirst could also be for love, mercy, forgiveness, assistance, respect, friendship, spending time in the company
of loved ones. فإذا هودي كلهم الإنسان بيكون عطشان وجيعان لإلهم، ونحن ما لازم نركز على الجوع الخبز والأكل وعطش الماء وننسى هودي. هذه كمان قديسة الأم تيريزا بتقول إنه اليوم الناس أكثر شيء جوعان إلى المحبة، إنه في ناس مثلا عايشة وحيدة ما حدا بيحكي لها، في اللونلينس اللي عايشين بالسوليتود بالفرنسي ما حدا بيحكي معهم. هودي اللي بيقدر الواحد يطلع عليهم، نحن اليوم الكوفيد شوي موقف الأمور هيدي، ولكن اللي بيقدر يطلع على شخص لوحده يساعده هيدي كتير كتير مهمة بحالتنا المسيحية. وإذا بتنتبهوا الله ما بيقلنا كنت جائعا فزرتموني، بيقول كنت جائعا فأطعمتموني. مرات كثيرة بنساعد شخص بشرط هو منه بحاجة لها، شخص مريض يمكن غني منه بحاجة لمساعدتك، ولكن بحاجة لشخص يقعد حد منه ويعزيه ويحكي معه. فإذا لازم نعرف نحن شو حاجة الآخر ونلبي هالحاجة، ما نلبي نحن مثل ما نحن بدنا مثل ما نحن بنسبنا. ومثل ما بيقول المثل الفرنسي كي دون أتون دون دو فوا، يعني بيعطي بالوقت المناسب وبيعطي مرتين. إذا شخص بحاجة هلا إنه يطعم ولاده، وأنا قلت له هلا ما راح أعطيك، جيت بعد شهرين قلت له بدي أعطيك، هو يأمل حاله وقال لي ما بقى عايزك ما بدي إياهم. أنا بهي الوقت كنت عايز، وأنا كأخوي هون بكندا عم بقول لكم عم بيجيني كثير طلبات من لبنان، الناس ما معها بقى تدفع الجامعات ولادها، الناس ما معها تاكل، في ناس عم يبعثوا لي صور براداتهم فاضية، بيوتهم عم تنزل فيها المي، عم يصير كثير أشياء. ولكن أنا بشكر عيال من هالرعاية ومن برات الرعاية دعموني بحوالي 4-5000 دولار، وصرت موزع لحوالي 25 عائلة من هالمصاري. مش عم بقول أنا عم بعطي إجابتي، ولكن كل هالناس اللي عم بيعطوا عم يوزعهم للخير. وبعرف كمان ناس من بيناتكم بعتوا صناديق لناس جيعانين بلبنان، عملتها الرهبنة بتوزع لكل عائلة صندوقها ب50 دولار، فيكم تبعتوا المال إلى موريال الموجودين وراء بالكنيسة فيكم تشوفوهم، وبتقدروا تعطوهم عمال العائلة اللي بدكم إياها هن بيوصلوهم لصندوقها على بيتهم أو بتلفونهم حتى يجوا ياخذوها من أقرب دير لإلهم. فإذا هيدي مهمة جدا. مثلا بتشوفوا إنه وقت اللي كمان قلنا بيكون واحد جيعان للمغفرة، واحد بيكون خطي لإلنا وبده انه نسامحه، ونحن ما بنسامحه، نجي بنعطي اكل شو بده بالاكل؟ بده مسامحه. شوفوا علي ابجا يلي التركي يلي حاول يقتل البابا روما، البابا يوحنا بولس الثاني جون بول الثاني. شو عمل البابا؟ راح لعنده على الحبس، كنت سجينا فزرتموني. كان عطشان لمغفرته، غفر له. كنت جائعا، كان جاي لمغفر هذا الزلمه. فاذا ما ضل معه وقت، كأنه مريض هذا، لأنه كنت مريضا بهو المسيح، على الإنسان المريض والخطية، كأنه كنت مريضا فزرتموني. فإذا كل هؤلاء الأمور الإنسان بيقدر يعيشها، ومنشان هيك لفت انتباهي بكمل بهذه الوعظة، وعظة البطريرك الراعي هذا الأحد، شو بيقول؟ بيقول إنه يمكن كلكم تتذكروا إنه من شي سنة بأول شباط كان في عائلة بعتقد الأم من بشري بأستراليا عم تتمشى هي وولادها ثلاثة بأستراليا، تجي السيارة واحد محشش وبيضربهم وبيقتل لأولادها ثلاثة، تصوروا واحد وين ثلاثة من أولادها بيقتل. شو بتعمل هاي الإمرأة مع زوجها؟ بتاخذ قرار إنه أنا أكيد بعد ما صلت ومن هيني إنه أنا بدي سامح الجاني، ما بدي أتشك عليه. شو بتعمل الدولة؟ الاسترالي بيقول البطريرك بطلب من سيادة قطران استراليا للموارنة انطوان شارل الكراباي يشارك بالصلاة في احياء التسامح والمشاورة. تصوروا دولة استراليا كلها قررت يوم اول شباط هيدا بكرة هو يوم التسامح والمشاورة باستراليا بسبب هالعينة يلي عرفت تسامح. تصوروا بحبك الحكومة الاسترالية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة المارونية الإسترالية أقرت غدا الأول من
مشبار يوم التسامح والمغفرة التي اتخذته السيدة ليلى عبد الله، هي والدة الأطفال الثلاثة يلي كان اسمهم أنتوني وأنجلينا وسيينا، يلي صدمتهم السيارة وكان عم يقودها مدمن على الكحول وهم يسيرون على الرصيف، فأعلنت والدتهم وزوجها السيد داني عبد الله مسامحة الجاني ابتداء بالمسيح. وكان ذلك في أول شباط 2020، فأكبرت الحكومة الأسترالية هذا الموقف وأعلنت أول شباط 2021 يوم التسامح والغفران. شفتوا قديش مهم المسامحة، قديش وقت واحد بيكون جاي على مسامحتنا، قديش مهم إنه نحن نعطيه هالمسامحة يلي بده إياها، ومثل ما قلنا دائما نعطي للأشخاص يلي دائما بحاجة. مشان هيك بكمان أحد القديسين بيقول the hands that help are holier than the lips that pray. منيح إنه الشفاء نصلي، ولكن إن صلت المسيح عادت لا الإيدين اللي بتعطي هي أقدس من الشفاء. فإذا نحن مطلوب منا أعمال المحبة، إذا صلاتنا وقديساتنا ما بتودينا لمحبة الغير ومساعدة الغير، ما بيكون في إلى أي معنى. في شغلة بيقولها كمان أحد الآباء القديسين حول العطاء، حول التشاريتي والعطاء يلي بنعطيه للناس يلي محتاجين لإلنا. في كثير من الأقوال بس رح أنقي لكم بس واحد أو اثنين لأنه هودي الأهم من غيره. أول شيء القديس أغسطينوس بيقول إنه دائماً، أو القديس هيدا فرانسيس الأسيزي بيقول دائماً that it is in giving that you receive. هيدي أنا مختبرة وكل واحد منكم مختبرة. قد ما تعطوا، لأنه أنتم عم تعطوا الرب، بيقول أحد القديسين، ما عم تعطوا فقير. كل ما فعلته هو فلي فعلته. قد ما تعطوا قد ما الله بيعطيكم. وقد ما يكون الإنسان بخيل قد ما بيشوف كل شيء شح ولاي ما حدا عم بيعطي شيء. بس الكلمة الخطيرة تبع مارو سيلوس الكبير شو بتقول؟ يقول لك كل شيء معكم إياه إكسترا من بيوتكم هيدا مشتاق لكم. هيدا الفقير. اسمعوا شو بيقول. The bread you store up belongs to the hungry. The cloak that lies in your chest belongs to the naked. The gold you have hidden in the ground belongs to the poor. Saint Basil the Great, Saint Basil the Grand. رح أختم بكلمة بيقولها القديس أغسطينوس عن هالمحبة اللي بدنا نحب فيها غيرنا، هي محبة نبعها هو الرب، ولازم نرجع لوصيف الرب الأساسية، حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل نيتك ومن كل روحك، وحب قريبك كنفسك. بهالمعنى بيقول القديس أغسطينوس القلب له صممان، هذه الحكم بيعرفوها بيننا. The heart has two valves that work together. بيشتغلوا مع بعض. The first شو مكتوب عليه؟ You love the Lord your God with all your heart. And the second is, it is written on it, love your neighbor as yourself. And the heart cannot operate with a single valve. ما بيقدر القلب يمشي بصمام واحد. فإذا ما بيقدر حب أنا الله وأجي على كنيسي وأحب قلبي. ما بحب قريب، ما بقدر احب قريبي وما اجي على الكنيسه وما صلي. اثنيناتهم بدهم يكونوا مع بعضهم. مشان هيك بختم مع كلمه القديس أغسطينوس عن المحبه، ان للقلب صممين، الاول مكتوب عليه تحب الرب الهك من كل قلبك، والثاني مكتوب عليه احب الرب احب قريبك كنفسك، ولا يمكن للقلب ان يعمل بصمام واحد. امين. إن شاء الله الحمد لله.